برنامج شفت الخميس أول برنامج لايف إنستغرام يقدم مو بس بالكويت، بالخليج والوطن العربي كله. قابل فيه شخصيات مختلفة كل في مجاله، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من ثقافية ترفيهية والمسابقات والجوائز بعد. بس تعال الحين حظر تجول، شو تسوي بالحظر غير إنك تأكل، تخلص شغلك أونلاين، ترجع تأكل، طالع أفلام، دواوين عن بعد، تأخذ لك غفوة، تحافظ على لياقتك، تشطب على السوشيال ميديا وما تنشر إشاعات، هم ترجع تأكل، ترفه عن نفسك، نمي عقلك، أو تصير أراجوز اليهال ساعات. ودام إحنا كلنا قاعدين ببيتنا، البرنامج هذا مسويه ببيتنا، وتقدر تشارك معي وأنت ببيتكم، تواصل مع الضيوف بالاتصال أو بالفيديو، وهم تشارك بالمسابقات وتوصل لك الجوائز وأنت ببيتكم. أطلق برنامج على الإنستغرام. خلصنا؟ يوميا لايف الساعة 10 على انستغرام او على حسب المزاج اذا ما كانت النوم مختربة.